إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن الإسلام دين العلم والتعليم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أول آية على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هي آية مفتاح العلوم، وهي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة هي مفتاح العلوم، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى هي أول آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا عباد الله أكبر دليل على عناية الإسلام بأهمية العلم والتعليم والقراءة، وذلك يا عباد الله أن المجتمع من غير علم يكون كالبهائم، أما إذا انتشر فيهم العلم فإنهم يرتفعون بين الناس ويرتفعون في الدنيا والآخرة. ولذلك عندما كان الناس في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، مقتهم الله عز وجل مقتا إلا بقايا من أهل الكتاب، حتى بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا معلما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والإسلام يا عباد الله اعتنى بالتعلم والتعليم عناية عظيمة، ومن ذلك أن الله عز وجل أثنى على عباده العالمين وأثنى على أهل العلم في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وكقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل التعلم والتعليم وفضل العالم والمتعلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ألا وإن من عناية الإسلام بالعلم والتعليم ما
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في تعليمه للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوع في أساليب الدعوة تنويعًا كثيرًا، مراعاةً للحال، وتنويعًا في وسائل الدعوة، وطردًا للملل، وتوصيلًا للمعلومة. وهذا يا عباد الله مما ينبغي على أمة محمد أن تقتدي بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي به الخطيب في منبره، والمعلم بين طلابه، والعالم في حلقته، والأب بين أولاده، وكل من يعلم الناس عليه أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم الأمة حتى يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه، فهو القدوة وبه الأسوة. نقول ذلك يا عباد الله لأن كثيرًا من الناس اغتر اليوم بما عليه الغرب في طرق التعليم، وما علموا أن التعليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير وأنفع وأبقى، بل إن كثيرًا من الطرق التي يستعملها التربويون اليوم هي أصلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتركونها إما غفلةً عنها وإما تغافلًا. فالخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الطرق التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه كان يعلمهم بطريقة الاستفهام من أجل أن يتنبه المتلقي، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه يا عباد الله طرق، هذه طريقة من طرق التعليم، وهي الاستفهام من أجل أن يتنبه المخاطب والمتلقي فيجمع قلبه على ما يقوله الملقي. ومن الطرق التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستعمل الرسم للتعليم. فمن مثال ذلك يا عباد الله أنه صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطًا مستقيمًا، وخط على جانبه خطوطًا، فقال صلى الله عليه وسلم عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن الخطوط: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ومن الطرق التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه كان يلقي السؤال على الصحابة وينظر في إجاباتهم وينظر في تفكيرهم، وهو ما يسمى اليوم بالعصف الذهني. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوماً: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن. فوقع الناس في شجر البوادي يفكرون في هذه الشجرة، فوقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، ولكنه سكت لأنه كان صغيرًا، وسكت تعظيمًا للكبار الذين كانوا في ذلك المشهد. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: هي النخلة. فقال عبد الله بن عمر لأبيه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: إنه قد وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه سكت لأنه كان صغيرًا. فقال عمر رضي الله عنه لابنه: وددت لو أنك قلتها بكذا وكذا، أي أنه ود أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قد قال إنها النخلة ليتبين فضله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يسمى اليوم بالعصف الذهني،
وهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمر حتى يعرف الصحابة كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة. ومن ذلك يا عباد الله، ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه صلى الصلاة على المنبر، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى ثم سجد على الأرض ثم ارتفع إلى المنبر وصلى الصلاة. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: فعلت ذلك من أجل أن تعلموا صلاتي ولتأتموا بي. وهو صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك يا عباد الله، فعل ذلك في الحج فقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا يا عباد الله، من طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التعليم التعاوني كما يسمونه اليوم، وقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن قسم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ثلاثة أقسام: منهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج متمتعا، فأعطى كل مجموعة أحكامها. وهذا يشبه في وقتنا هذا ما يسمونه بالتعلم التعاوني. فهذه بعض الطرق التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة وفي تعليمه للأمة، والطرق أكثر مما ذكرنا، ولكن هذه إشارة إلى تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب تعليمه من أجل أن يصل هذا العلم إلى هذه الأمة سهلاً ميسراً. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، بين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إنه ومراعاة للحال التي عليها الناس اليوم في عودة الطلاب إلى المدارس للدراسة الحضورية، فإنه لا بد أن يعلم أن مسيرة النجاح في التعليم تكاملية بين البيت والمدرسة. فمن أراد أن يصل أولاده إلى الهدف المنشود والغاية المطلوبة لا بد أن يتعاون مع المدرسة، فبالتعاون بين المدرسة والبيت يكون الوصول إلى الهدف المنشود والغاية المطلوبة. فالعملية تكاملية ولا بد بين المدارس والبيوت. وعليه يا عباد الله، فعلينا جميعاً أن نلتزم بما قالته وزارة الصحة ووزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية حتى تسير العملية وفق المنهج المطلوب وحتى يتحقق الهدف المنشود. والله نسأل أن يرفع عن هذه الأمة البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كلمة التوحيد والسنة، اللهم اجمعهم على كلمة التوحيد والسنة،
اللهم واجمعهم على كلمة التوحيد والسنة، اللهم اجعلهم ممن يحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.